كساد متعمد من قيادة النخبة في البلاد، هكذا وصف البنك الدولي الاقتصاد اللبناني الذي يعيش واحدا من أشد الأزمات منذ خمسينية القرن الماضي، في ظل انخفاض إيرادات الحكومة لتصل إلى حدود 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي ثالث أقل نسبة في العالم بعد الصومال واليمن. المؤسسات الدولية تعرض مساعداتها ولكنها كعادتها مساعدات مشروطة ومرتبطة بشروط قد نعجز عنها. انهيار العملة المحلية وتدهور المستوى المعيشي للمواطنين هو ما يعيشه لبنان في الآونة الأخيرة بسبب الفساد، والذي يرى مراقبون أنه مدعوم من قيادات تحكم مقاليد الدولة ومنظمات دولية. والذي أزم الوضع الاقتصادي بلبنان هو تدهور سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في الوقت الذي لم تتغير فيه مرتبات موظفي الدولة والشركات والمؤسسات العامة، بمعنى أن التجويع ممنهج وإفقار الناس ممنهج. هذا وكشف تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبلاد هبط ب10.5%، بينما بلغ الدين الإجمالي 183% من إجمالي الناتج المحلي في 2021، ليسجل لبنان رابع أعلى نسبة مديونية في العالم بعد اليابان، السودان واليونان.